مر نحو أسبوعين منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن آخر إحصائياتها لضحايا وباء الكوليرا الذي انتشر في 11 محافظة يمنية، مسجلا عشرات الحالات المؤكدة والمئات من المشتبه بها. وفيما لا يزال شبح الوباء يحوم على رؤوس اليمنيين مهددا لحياتهم طالما بقيت أسباب وجوده، تجاهد السلطات الطبية في حضرموت للحفاظ على سجلاتها خالية من أي حضور للمرض، عبر الاستمرار في تنفيذها لخطة الطوارئ المعلنة لمجابهته، والتي نجحت حتى اللحظة في إبقاء المحافظة محصنة منه. ومنذ ظهور أول حالة في العاصمة صنعاء، كلت لجنة عليا لمكافحة الكوليرا أو منع انتشار وباء الكوليرا في حضرموت. من خلال هذه الخطة أسندت عدة مهام ركزت على كل الجهات، من ضمنها الأخوة في المياه بدوا بموضوع الكلور وموضوع الفحوصات الدورية للمياه لمياه الشرب، وأغلب الحالات تنتقل بمياه شرب. أيضا الأخوة في البلدية بدوا بحملات على البوفيات وعلى المطاعم وتعامل معها وعملية النظافة فيها قبل أداء الطعام. فرق التثقيف الصحي والرصد الوبائي التابعة لمكتب الصحة بالمحافظة هي الأخرى لعبت دورا محوريا في هذه المعركة، حيث انتشر منتسبوها في المدارس والثانويات والمستشفيات في كافة المديريات للتوعية بالمرض وكيفية الوقاية منه. طبعا نحن كترصد إلكتروني في مكتب الصحة العامة والسكان لم نرصد أي حالة اشتباه بالكوليرا في عموم مديريات محافظة حضرموت إلى الآن ولله الحمد. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، قمنا بعمل الكثير من محاضرات التوعية بالنسبة للتعريف بمرض الكوليرا، السياسة العلاجية، كيفية التبليغ وآلية التبليغ في حالة الإسهالات المائية الحادة. ويبدو أن حضرموت التي لم تنسى بعد كارثة انتشار فيروس حمى الضنك الذي أصاب الآلاف وحصد أرواح العشرات من ساكنيها العام الماضي قد استلهمت العبر من تلك المأساة، وهو ما عبرت عنه الاستعدادات المبكرة والتجهيزات الأقسام والأسرة بالمستشفيات ونشر فرق التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي ظهور أو اشتباه للمرض. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.